هنقدم لكم النهارده موضوع جديد من موضوعاتنا المهمه اللي بنعيشها في حياتنا بعنوان وداعا للضغوط النفسيه. معانا الشيف لينا وهسالك سؤالين وتجاوبيني عليهم. السؤال الاول، ايه هي التاثيرات الايجابيه على الفرد في الضغوط النفسيه؟ تقدير لذاته، ان هو يقدر نفسه، وحب العمل مع الاخرين، ان هو يكون متعاون مع الناس اللي حواليه، وتفكيره في الاشياء، ان هو يفكر في الحاجات اللي حواليه. كمان يا ريت تجاوبيني على السؤال الثاني، ايه هي الضغوط النفسيه؟ تكون نتيجه اعباء تقع على الفرد ويشعر انها اكبر من هواياته البشريه والغير بشريه، مما يتسبب عنها العديد من التغيرات للفرد. ودلوقتي هنشوف الشيف مين هتقدم لنا ايه النهارده. النهارده هنتكلم عن الضغوط النفسيه، ازاي نعمل حاجه تخرجنا عن مود الزعل والكآبه. النهارده مفيش حاجه، اول حاجه بنعملها النهارده ان احنا بنقلل القبعه. النهارده ممكن نعمل زي القلق عشان نتبسط ونفرح، ما نكونش يعني زعلانين كده يعني. طب ايه الحاجه اللي ممكن نعملها عشان نخرج من الضغوط النفسيه اللي عندنا؟ نعمل بوكي ورد زي القلق، نعمل حاجة تبسطنا. ودلوقتي هنلاقي بنت من المشاهدين عشان ازين لها الامام بتاعها. واول حاجة بنعملها ان احنا بنقص الورق الوردة كده اهو، وبنرسمه على ظهر فوق عشان يطلع الورد ودلوقتي هنقدم لمستر احمد النموذج الثاني
شكرا يا شيف لينا انك خرجتينا من الضغوط النفسيه. بشكركم على حسن استماعكم لينا. نرجو اننا نكون قدمنا لكم معلومات مهمه تفيدكم في حياتكم العمليه والعلميه. وانتظرونا الاسبوع القادم يوم الثلاث مع فقره ابله نظيره.